ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ألمانيا، سلطت الأضواء على اليوم الثاني للموضة الأفريقية، وفيه عرضت مجموعة من التصاميم اللافتة لمصممين أفريقيين وآخرين من جذور كاريبية. ويقول المنظمون أن الهدف من يوم الموضة الأفريقي هو تقديم الموضة الأفريقية إلى أوروبا. يوم الموضة الأفريقية هو مساحة لمصممي أجزاء التراث الأفريقي لعرض مجموعاتهم، وهو لتنمية العلاقات التجارية وتحقيق الوعي بالأجزاء الأفريقية في أوروبا وبالتحديد في ألمانيا. وكانت الليلة الأفريقية على شرف الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. الزي شيء مهم وهو إحدى وسائل الاتصال. من الطبيعي أن يكون هناك اتصال بيني وبين الناس عند ارتداء الزي العادي، لكن الزي الوطني يقربني من الناس، وقد قابلت الكثيرين لهذا السبب. وبجانب عروض الأزياء، كانت هناك رقصات استعراضية أفريقية نالت استحسان الجمهور.